ننتقل إلى ترجمة عالم آخر وهو أبو قلابة. وهو أبو قلابة، وأيضا أبو قلابة كان من التابعين، بل قال عنه الذهبي شيخ الإسلام، وكان في البصرة وليس في المدينة. الآن انتهينا من فقهاء المدينة، انتقلنا إلى البصرة. قال عنه الإمام الذهبي عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر بن ناتل بن مالك، الإمام شيخ الإسلام أبو قلابة الجرمي البصري، قدم الشام وانقطع بدارية، وانقطع بدارية، إذن جاء إلى بلادنا إلى ديارنا، لكن سكن في دارية، ودارية تبعد عن عمان حوالي 150 كيلو من أعمال سوريا. هي طبعا زمان كانت بلاد مفتوحة، بلاد الشام، فكان في دارية. ودارية إخواني في الله أخرجت علماء كثر، وكتب الخولاني كتابا سماه تاريخ دارية، وهو مطبوع بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني، تاريخ دارية من خرج منها من الصحابة من التابعين. وفي أحاديث في هذا الكتاب يروي بالإسناد بلاد. وانقطع بدارية، حدث عن أنس، إذن هو تابعي، وحدث عنه مولاه أبو رجاء خادمه، استفاد منه. ويحيى بن أبي كثير، بكفي يحيى بن أبي كثير تلميذه، يحيى بن أبي كثير الذي كلمته المشهورة التي أسندها الإمام مسلم في صحيحه عنه ماذا قال؟ لا يستطاع العلم براحة الجسد، طول ما أنت مرتاح نايم وماكل شارب طالع لن تصبح طالب علم، لا يستطاع العلم براحة الجسد. على كل حال، قال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث، وكان ديوانه أين؟ بالشام. قال القاضي عبد الجبار اللي قلنا عنه الخولاني صاحب كتاب تاريخ دارية، ينقل منه الإمام الذهبي، مطبوع، كتاب مطبوع، قال مولد أبي قلابة بالبصرة، وقدم الشام فنزل دارية وسكن بها عند ابن عمه بيهس بن صهيب بن عامل بن ناتل. إذن عندما نزل دارية أين سيسكن؟ نزل عند من؟ ابن عمه. قال ذكر أبو قلابة عند ابن سيرين فقال ذلك أخي حقا، محمد بن سيرين، لا تنسوا محمد بن سيرين الإمام الفقيه التابع الجليل، عندما ذكر عنده أبو قلابة ماذا قال؟ ذاك أخي حقا. وقال حماد سمعت أيوب ذكر أبا قلابة، أيوب السختياني، فقال كان والله من الفقهاء ذوي الألباب. هناك فقيه لكن في درجة أعلى من الفقيه، إنه يكون من ذوي الألباب، لأنه في فقهاء، الفقهاء نوعان، فقيه حافظ مسائل بس بحفظ،
طول نهاره ويقول لك المسألة الفلانية، نعم المسألة ذكر فلان فلان علان دليلها كذا، حافظ مسائل. وفي فقيه يستنبط المسائل ذوي الألباب.